من بين أجمل وأروع ما يمكن للجزائر أن تفخر وأن تعتز به هو ما سجله التاريخ من خلال صفحاته الخالدة عن نضال المرأة الجزائرية التي برهنت البطولة الشجاعة والتضحية. مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد من برنامج مكان وحكاية. الحدث التاريخي هو الأساس الذي يبنى عليه التاريخ وهو سبب قيامه، والأبطال هم الذين يصنعون تاريخهم. ومثلما يوجد أبطال رجال ونساء أوفاهم التاريخ والمؤرخين حقهم، فإن كثيرون غيرهم لا يقلون عن هؤلاء بطولة وشجاعة وتأثيرا لم يأخذوا حقهم في الذاكرة الشعبية، ولم تنل سيرهم وأفعالهم حقها في الانتشار. وقد يكون هؤلاء معروفين لدى أهل العلم من المتخصصين والباحثين، لكن سيرتهم لم تتجاوز الإطار الجغرافي أو الزماني الذي صنعوا أحداثه. نشأت في أحضان أسرة محافظة على تعاليم دينها. والدها سيدي محمد بن عيسى كان يحظى بالمكانة المرموقة بين أهله، إذ كثيرا ما كان يقصده العامة والخاصة لطلب النصح. أما والدتها فهي للا خديجة التي سمي على اسمها جبل جرجرة. ولدت لالا فاطمة بقرية ورجة سنة 1246 هجري الموافق ل 1830 ميلادي، أخت لأربعة إخوة. عند بلوغها 16 من عمرها زوجها أبوها من المسمى يحيى ناث إخلاف، إذ قبلت به على مدد، لكن عندما زفت إليه تظاهرت بالمرض وأظهرت كأن بها مس من الجنون، فأعادها إلى منزل العائلة رافضا أن يطلقها، فبقت في عصمته طوال حياتها. لقبت بلبؤة جرجرة، لقبت كذلك بعذراء الجبل. أعطى المستعمر الفرنسي لقب جان دارك الجزائر لنسومر، وهو لقب رفضته وفضلت أن تكون خولة الجزائر. إنها سيدة المقاومة بدون منازع، فاطمة الزهراء نسومر. أكيد الشخصية اللي رانا على جلها هنا وفاطمة الزهراء نسومر هي فريدة من نوعها وشخصية قدمت الكثير لهذا الوطن. واش تقدر تقول لنا عليها سيد تلم؟ هذه البطلة فاطمة نسومر هي إحدى الشخصيات النادرة والتي كتب عليها التاريخ ما كتب، وتبقى للذاكرة هي إحدى النساء الجزائريات البطلات الشجاعات التي قامت بدحر المستعمر في منطقة القبائل بمنطقة عين الحمام، وإلا أن القدر شاء أن تقع أسيرة في يد المستعمر، ثم بعد ذلك أتت إلى هذه المنطقة من أجل الحماية فقط عند البيمحي الدين. لالا فاطمة نسومر كانت كانت أسيرة عند البي محي الدين، وكان البي محي الدين هذه الزاوية هذه تحت التسيير تاعو. يعني كانت لالا فاطمة نسومر تعيش في القصر تاع البي، وفي أوقات الفراغ تحدي للزاوية هذه تعلم القرآن وتعلم الأطفال الصغار. يعني كانت تتعلم وتعلم مبادئ الإسلام، مبادئ الدين الحنيف، الدين الحنيف للأطفال أبناء المنطقة الصغار. نعم. تساعد شيخ الزاوية. آثرت فاطمة حياة التنسك والانقطاع والتفرغ للعبادة كما تفقهت في شؤون الدين، لكن بعد وفاة الوالد قررت ترك مسقط رأسها والتوجه إلى قرية سومر.
أين يقطن أخوها الأكبر ستار، وإلى هذه القرية نسبت. فكانت مع أخ ملم بمختلف العلوم الدينية والدنيوية، فأخذت عنه مختلف العلوم. عن هذه الشخصية البطلة، طبعا أنها نشأت في بيئة دينية محافظة، بحيث أن والدها كان مقيما للزاوية الرحمانية، وكعادة الجزائريين دائما طبعا كانوا يلقنون أبنائهم حفظ القرآن الكريم، بالإضافة إلى العلوم الشرعية كالفقه والتفسير والفرض وإلى ذلك. كيف لامرأة شابة كما قلت نشأت في بيئة محافظة، أخت لأربع رجال، كيف استطاعت أن تشارك أخيها الرجل في ساحة المعركة؟ البيئة هل ساعدت في ذلك أم بالعكس كانت عائق في وجه فاطمة زهرة نسومر؟ ربما أبناء المنطقة المحافظة كذلك كان يقول لها يعني كيف أنت لشابة بيئة محافظة بيئة متدينة أنك تخرج قوم الاستعمار؟ مقولة وردت عند أحد الفرنسيين تقول له أن زواجي هو الجزائر وحياتي هي الجزائر، وأنا أطلق العبودية من أجل الاستقلال، ولما نقوم بطرد الاستعمار فثم أتزوج وتكون للفرحة فرحتين. عندما غزت الجيوش الفرنسية الأراضي الجزائرية هب الشعب بكل فئاته، فكان أهل المدن والريف وأهل الجبال كل بمجهوده، ولم تكن فاطمة نسومر بعيدة عن هذا، بل كانت السباقة إليها. بحوث ودراسات تناولت بطولات نسومر وما تميزت به من تصوف ونسب وأدب وذكاء خارق، وما انفردت به من شجاعة ودراية وحنكة في إدارة المعارك. اتخذت من السلاح رفيقا لها، ومن الجبل أنيسا لها، ومن الوطن هدفا لها. شاركت في معركة 18 تموز 1854، معركة هزم فيها الفرنسيون، وانتصارات أخرى ضد المستعمر الفرنسي، مما أدى بالسلطات الفرنسية إلى تجنيد جيش مميز بقيادة المارشال روندون والمارشال ماكمعون ليواجه جيش لالة فاطمة الذي لا يتعدى 7000 مقاتل. فكان أسلوب الإبادة الذي أدى إلى أسر فاطمة مع عدد من النساء سنة 1855. طبعا عندما دخل الاستعمار الفرنسي، وشاء القدر أن يكون تاريخ دخول الاستعمار الفرنسي سنة 1830 هو تاريخ ميلاده، يعني من البداية الأولى طبعا كان العائلة رافضة لهذا الدخول الاستعمار الغاشم، وطبعا أنها من وسطها العائلي المحافظ تلقت بأن هذا الاستعمار يجب أن طبعا أن يصد وأن يطرد بأي وسيلة كانت، كلما تقدم إلى أي جهة ما في الوطن إلا ويلقى رد فعل كبير، حيث أن يعني المؤرخون يعدون نحو 164 بين مقاومة وانتفاضة، يعني كل ما يدخل أي جهمة. هذه البطلة نشأت في هذا في البداية وهي رافضة الاستعمار قبل أن يصل إلى منطقتها. فطبعا لما الزعيم شريف بوبغلة تولى المقاومة في منطقتها، فطبعا وهي شابة صغيرة يعني رفضت هذا الاستعمار وقامت بالمقاومة وجمعت حولها، باعتبار أن يعني والدها كان مقيم للزاوية، ونعرف أن جل المقاومات في التراب الوطني قام بها رجال الدين والزاوية، لما يحظونه من ثقة ومن مكانة، ويعرفون بأن هذا يعني الزاوية على الحق وأنها تعمل على صد الاستعمار. فجمعت يعني حسب الروايات الشفوية وحتى الكتابية نحو 7000 مقاوم التفوا حولها،
ورغم بطش الاستعمار الغاشم والجماعة رندون حوالي 45 ألف يعني أكثر يعني الإحصاءات، ولكن العبرة ليست بالعدد، لأن أبناء المنطقة يعرفون المنطقة جيدا من البعد الجغرافي، البعد المستعمر، ولكن شاء القدر طبعا لأن القوى لم تكن متكافئة. فوضعت في سجن بالعيسابية ترثاثين سابقا بتابلات التي تحتضن الزاوية العيسابية. منطقة العيسابية لا شك أنها جميلة وهادئة ومضيافة، لكن نحب نسمعوا كمان القول تاع ابن المنطقة عن المنطقة. بلدية العيسابية بلدية ثورية من البلديات التي قدمت الكثير من أبنائها كشهداء لهذا الوطن، من أجل هذا الوطن. وعلى سبيل المثال الموقع اللي رانا فيه هنا، يعني لالا فاطمة سومر من أبرز الشخصيات النسائية المقاومة التي برزت في المقاومة الجزائرية ضد الفرنسيين. الضريح تاعها متواجد في هذه البلدية. واش نقدر نقول على مؤسس الزاوية؟ مؤسس الزاوية هو كان عالم من علماء الدين، هاجر من تحت ضغوط الحروب الصليبية من منطقة الغرب الجزائري إلى منطقة الوسط الجزائري، حيث استقر في هذه المنطقة التي كانت تدعى ترثاثين في القديم، وأسس زاوية في هذه المنطقة. وعند الوفاة تاعو قاموا بتشييد هذه الزاوية هنا، لأن الزاوية القديمة مش هذه هي، داروا له الزاوية هنا تكريم له. وتمت بقات المسيرة تاع التعليم تاع الشيخ هذاك في هذه المنطقة حتى كما قلنا حتى التسعينات. انتم بما انكم هنا من المنطقة، واش تقدر تقول لنا على هذا المكان اللي رانا متواجدين فيه في الأصل، واش كان؟ هذا المكان الموجودون نحن الآن فيه هو زاوية سيدي علي بن محمد، كان زاوية يدرس فيها القرآن الكريم لأهل المنطقة التي كانت تسمى ترثاثين سابقا، ثم بعد ذلك أصبحت تسمى الزاوية، والآن راها الآن تسمى ببلدية العيساوية نسبة للسيد المجاهد والشهيد العزوري عيسى. ماذا نقول عن مؤسس هذه الزاوية؟ مؤسس هذه الزاوية كان شيخ هذه الزاوية، يعني الذي سميت عليه باسمه وشيخ الزاوية سيدي علي بن محمد، اللي كان إماما ومدرسا للقرآن الكريم في هذه الزاوية. برهنت خولة جرجرة أن قيادة المقاومة ليس حكرا على الرجال فقط، فهي التي جعلت من المستعمر الفرنسي رغم كثرة عدده وعودته أن يحسب لها ألف حساب. كسرت نسومر القاعدة بمقاومتها للمستعمر الفرنسي الذي كانت مقتصرة على رجل. امرأة استطاعت أن ترعب المحتل في ساحة المعركة وحتى في عقر داره. هي المرأة المتصوفة الزاهدة، وهي القائدة الثائرة. مكان اختارته فاطمة أن تعيش فيها وتحت الإقامة الجبرية، هي التي ألفت عيشة الجبال والسكون والسكينة، فكانت هنا سنواتها الأخيرة. شنو نقدر نقول على هذا المكان سيد محمد؟ قال بأنها اختارت المكان، ثم أن البي محي الدين يقال بأنه تفاوض مع المستعمر حتى لا يقتلها أو يسجنها. هي طلبت معنى أنها هناك ثقة، ثم هناك تشابه في الزاوية بين الزاوية الرحمانية اللي كان يشرب عليه والدها وزاوية سيدي علي بن محمد. تحدث قليلا عن البي محي الدين، وش كان في المنطقة، ما كانت السلطة ديالو اللي كانت هنا في المنطقة آنذاك؟ والله حسب يعني الوثائق يعني شحيحه في هذا في المجال، ولكن طبعا انه كان مش فقط في المنطقه فقط، يعني كانت نفوذ كبير جدا، وبالتالي لما يقول كلام يعني حتى عند الاستعمار عنده هذا المكان. اليوم حولت
الزاوية إلى متحف جمعت فيه بعض تفاصيل حياة نسومر، لنتعرف ولو على جزء صغير من حياة قصيرة لكنها غنية بالأحداث الكبيرة. أسطورة الكفاح النسوي الجزائري، عذراء الجبل، نموذج فد لكفاح المرأة الجزائرية وتمردها على الظلم. أسطورة تروى جيل بعد جيل، فهي التي استطاعت أن تقهر أعلى الرتب في الجيش العسكري الفرنسي، هو الذي أراد أن يقتحم عرين اللبؤة. أجنحة عرضت فيها عدة مجسمات تصور لنا جانب من تلك الحقبة التاريخية الهامة، وتنقل جزء من الذاكرة التاريخية، وإن كان لا يوفي نضالها حقه، فهي أشهر النساء في الصمود والكفاح والبسالة والشجاعة. اليوم هو متحف فاطمة الزهراء نسومر، كان في السابق زاوية، اليوم هو متحف. ماذا يمكن أن نقول عن المتحف؟ بالنسبة للمتحف تم تحديده في 2007-2008 وسمي على تسمية باسمية البطلة فاطمة نسومر، نظرا لوجودها لمدة 6 سنوات كاملة بهذا المكان الذي نحن الآن فيه. نشوف أنه العديد من القبور نصبها في هذا المكان هذا داخل الأجنحة وحتى هنا في ساحة وبعيدا قليلا من هنا. بالنسبة يعني سبب تواجد هذا تواجد على مستوى الزاوية أو المتحف حاليا، خاصة كان تدفن في أثناء الظروف الجوية القاهرة، يعني كان لما يموت لهم ميت لأهل الزاوية لعائلة محي الدين فقط يقومون بدفن موتاهم داخل الزاوية. نعم، كيف يتم الاعتناء بهذا المكان؟ اليوم راه متحف فيه تحف، فيها عادات وتقاليد ومراسيم لازم نتبعوها، كيفاش انتوما تحافظوا عليه؟ هل هناك ميزانية؟ هل ميزانية البلدية تكفي للعناية بهذا المكان؟ هذا المتحف الموجود على مستوى بلدية العيساوية لا ليس له يعني مبلغ معين لترميمه او للحفاظ عليه، لانه ليس تابعا للبلدية. هنا وفي هذه المنطقة توفيت فاطمة على اثر مرض عضال تسبب في شللها، وكان ذلك في شهر سبتمبر سنة 1863. تم دفنها في مقبرة سيدي عبد الله غير البعيدة عن هذا المكان، هذه الزاوية التي ألفتها قبل أن تنقل رفاتها إلى مربع الشهداء بمقبرة العالية سنة 1994. أن قبر فاطمة الزهراء نسومر بقي سراً ومعرفوش وين راهو إلا يعني السنوات هذه الماضية، واش قد تقولنا ما هو سبب سر هذه الحكاية هذه؟ هو بقي سراً لتضارب الروايات، من يقول بأن مدفونة على منطقة الأربعاء بن سليمان، إلا أن أهل المنطقة بعد ذلك بيّنوا بأن قبر البطلة فاطمة الزهراء موجود على مستوى بلدية العيساوية، و يعني الكبار أهل المنطقة الكبار كانوا دائما يذكرون هذا البطالة لأنها موجودة على مستوى البلدية، إلا في مؤخرا في سنة 1994 تم اكتشاف قبرها وحملت رفاتها إلى العالية. مقبرة هذه المقبرة اللي تابعة للعائلة، ومقبرة اسمها مقبرة الغربة أو سيدي عبد الله، بما أنها لا تنتمي للعائلة حتى وإن كان معزم مكرم لكن لا تنتمي للعائلة، فدفنت في مقبرة سيدي عبد الله، أي اسمه مقبرة الغربة، إلى أن تم اكتشاف
المكان سنة 1994، ثم نقلت بعدها إلى مربع الشهداء بالعالية. نعم، كيف اكتشف المكان؟ كيف عرفنا بأن هذا هو القبر تاع فاطمة زهراء السومر؟ إذا خذينا الكتابات، يعني هناك مجموعة من الكتابات متباينة ومختلفة في مضمونها. كما تفضلت قلت يعني كاين يقولوا في بن سليمان، في وادي السر، في باليسترو يعني الأخضر حاليا إلى غير ذلك. المهم هناك تباين في الروايات. لكن أنا أعرف القبر كيكون صغير، لكن ما نعرف ما كناش نعرفوا تعمل. المهم كل ما في الأمر هو قبر مميز يختلف عن باقي القبور حيث الطول تاعو، ثم أيضا كان محاط يعني بالحطب هذاك الصلب إلى غير ذلك. فأحد الشيوخ منا من أولاد محي الدين قالوا هو الذي أدل الباحثين عنه، باعتبار أن جدته كانت تزور القبر وتقول هذا قبر الغريبة، طبعا أنه ماشي منه قبر المجاهدة. فيعني هذه المواصفات انطبقت مع القبر. العم تاعي واللي بلغ السلطات بأن قبر لالة فاطمة السومر متواجد في هذه المقبرة. وهم كيفاش عرف باللي القبر ديال فاطمة زهراء السومر متواجد هنايا؟ يعني هو كان نفس الشيء متوارث هذه الحكاية عن الوالدة تاعو الجدة تاعو، يعني جات من عهد لالة فاطمة السومر، من يعني الوقت تاع الوفاة تاعها. احنا يعني العائلة من المنطقة يعني يعرفوا شغل توارثوا هذه الحكاية تاع لالة فاطمة السومر، شغل حافظين على هذا السر هذا تاع القبر هذا. ويبقى سجل تاريخ الجزائر مرصعا بأسماء مناضلين ومناضلات لم يقدموا أرواحهم فحسب، بل قدموا الدروس في المقاومة، مقاومة كانت بين شعب تقريبا أعزل ضد أكبر قوة استعمارية في القرن العشرين، ثورة لم تقتصر على تضحية الرجال فقط، بل كانت النساء في الصفوف الأمامية. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد اليوم من برنامج مكان وحكاية. في الأخير تقبلوا تحياتي وتحيات كل الطاقم العامل معي في هذا العدد. إلى اللقاء.